محمود منصور، وكنا نتكلم عن هل ما حدث اليوم ربما يعني يكون نواه لقوى عربية مشتركة، أيضا الحضور الموريتاني، عشان حابة انتقل لملف آخر. بدون شك حضور موريتانيا هو تعبير عن موقف الأمة العربية من مصر. طبعا احنا عارفين ان الأردن وعمان والكويت والمغرب والجزائر وتونس وطبعا الصومال في ظروفها الصعبة وجيبوتي لسه ما انضموش للمقاطعة العربية لذلك الشخص اللي اسمه تميم. وربما هنا يعني هنستثنى ربما سلطنة عمان والكويت، إذا يعني معلوماتي صحيحة نقول إن هي بتلعب دور الوسطى. هو متروك ومتفق على أن يلعب دور الوسطى في المرحلة الحالية. إنما موقف الأمة العربية هو كموقف موريتانيا، وسيظهر ذلك في المدى القصير القادم، وهو التعبير الفعلي والتطبيقي عن توحد الأمة العربية في مواجهة الإرهاب الذي اكتوينا بناره بفضل وجود أسرة آل ثاني في الحكم على أرض قطر لتبص الذعر والموت والخراب في الأمة الإسلامية والعربية. بالنسبة للجيش العربي الموحد، كان حلما فخيالا فأضحى حقيقة. لا خيال. الجيش العربي الموحد حقيقة بالفعل؟ بالفعل. نعم. احنا النهاردة شفنا جزء من الجيش العربي الموحد في موجود على أرض المنطقة الشمالية، و بعض قيادات الدول العربية كانت بتطمن على جزء من الجيش العربي الموحد. نعم. هذا الجيش تم الإعداد والتحضير له بالفعل، وكنا في نهاية عام 2015 على مشارف لحظات وليست أيام، ويبدأ تنفيذ الجيش العربي الموحد لمسؤولياته في ردع أعداء الأمة العربية الذين ظنوا أن الأمة العربية منطقة رخوة يمكن التهامها بسهولة، فوجدنا أطماع الفرس من إيران وأطماع التركمان أو الأتراك بتوع الدولة العثمانية عند أردوغان، وكانت إسرائيل تنظر من خلف الستار لتبحث لنفسها عن شاه تلتهمها أو قطعة من اللحم العربي تضم إلى أطماعها. الآن نحن نتوحد وبقوة وعلى أسس وقناعات عربية. طب هنا يعني هقطع حضرتك سريعا، وكنت مش حابة يعني أخوض في الموضوع ده بشكل طويل، لأن في موضوعات عايزين نتطرق ليها بشكل من نوع من الاستفاضة، ولكن يعني ربما مواقفنا كدول عربية تختلف من ملف إلى آخر. لسنا على اتفاق في كل الملفات المطروحة، فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق ب